اهدا من خالتك نوال الان هجوز الشعر لا منه دعاني لها الابيات تلعب سامرية حبت في القاف وصخرت المعاني وصارت في حروف جاذبية هلا بكتوم من شرف وجاني وعلينا طلت الطلابية مولودة جات والمولى عطاني وعليها اشكر في صبح وعشية منيرة حلم قلبي والاماني وفيها فرحتي مرة قوية ابوها بدر ونعم فالحصاني العويصي اللي محمود السجية ربيع الضيف يوم يجيها عاني يدين بالعطايا حاتمية وموضي امها نبع الحناني انت تخلق ولها نار حية من قوم لهم قدر ولهم شاني هل الوقفة حرار صيرنية هجوس الشعر لا منه دعاني لها الابيات تلعب سامرية حبت القاف وصخرت المعاني وصارت في حروف جاذبية هلا بكتوم من شرف وجاني وعلينا طلت الطلابية مولودة جات والمولى عطاني وعليها اشكر في صبح وعشية منيرة حلم قلبي والاماني وفيها فرحتي مرة قوية ابوها بدر ونعم فالحصاني العويصي اللي محمود السجية ربيع الضيف يوم يجيها عاني يدين بالعطايا حاتمية وموضي امها نبع الحناني انت تخلق ولها نار حية من قوم لهم قدر ولهم شاني هل الوقفة حرار صيرنية هجوس الشعر لا منه دعاني لها الابيات تلعب سامرية حبت في القاف وصخرت المعاني وصارت في حروف جاذبية هلا بكتوم من شرف وجاني وعلينا طلت الطلابية مولودة جات والمولى عطاني وعليها اشكر في صبح وعشية منيرة حلم قلبي والاماني وفيها فرحتي مرة قوية ابوها بدر ونعم فالحصاني العويصي اللي محمود السجية ربيع الضيف يوم يجيها عاني يدين بالعطايا حاتمية وموضي امها نبع الحناني انت تخلق ولها نار حية من قوم لهم قدر ولهم شاني هل الوقفة حرار صيرنية هل الوقفة حرار صيرنية 0555